بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنتكلم في الفيديو ده عن النظرية الخاصة بالتجربة رقم 2. هنشتغل على نفس الستاند بتاع التجربة رقم 1. طبعا عرفنا في التجربة رقم 1 ان انا ببدأ الحركة من ال V initial بتساوي 0، ببتدي احرك البارتكل بتاعنا، ببتدي احسب التايم، وعرفنا ازاي نجيب الجي. في التجربة رقم 2 هيبقى المطلوب مني اعمل حاجتين. اول حاجة ازاي ان انا اجيب السبيد او الفيلوسيتي للبارتكل دوت في اي لحظة. تاني حاجة ان انا اعمل فاليديشن للجي اللي انا حسبتها في التجربة الاولى. ازاي ان هقدر ان انا من الحركة ديت اللي حصلت قدامنا في الفيرتيكال موشن ازاي اقدر احسب السبيد في اي لحظة؟ فكرة العمل هنا هي كالاتي. عارفين طبعا ان الاس عبارة عن في انيشال تي بلس هاف اي تي سكوير. هنقدر نستخدم الرول ده ازاي؟ لو انا قدرت ان انا احرك البارتيكل بتاعي ما بين التو سنسورز دول بديستانس قليله جدا وتايم قليل جدا، حابتين انا اقول ان الترم اللي هو تي سكويرد على 2 ده صغير قوي ممكن ان احنا نهمله. فهعمل ايه؟ هبدا حركه الكره بتاعتي من الريست، هتحرك، هاجي على مسافه بعض الشيء كبيره، وهبتدي ان انا احط السنسور بتاعي الاول والتاني على مسافه صغيره جدا، اصغر مسافه ممكنه ممكن ان احنا نحط السنسورز عليهم اللي هي 3 سنتي زي ما هنشوف في الفيديو الخاص بالمعمل. دي بالنسبة لي هتبقى الديسبليسمنت اللي هيتحرك فيها البارتيكل بتاعنا. التايم هيكون صغير جدا جدا جدا، ليه؟ لأن على ما يتحرك سرعته هتزيد، هيتحرك جوه الديستانس ديت في تايم قليل قوي قوي قوي، وبالتالي بما إن التايم صغير جدا جدا فممكن إن إحنا الترم ده هاف اي تي سكوير، تي سكوير ده اوفر 2 هيبقى برضه صغير جدا جدا ممكن إن إحنا نهمله، وبالتالي الرول ده بالنسبة لي هيكون عبارة عن دلتا اس displacement اللي هي ما بين التو سنسورز دول عباره عن الفي في انيشال. طبعا هتبقى هي مش الزيرو طبعا، لا هتبقى هي الفي انيشال اللي بدا بيها عند السنسور الاول. في التايم هو التايم اللي هو 2 ماينس 1 اللي بيطلع لك على الجهاز زي ما هنشوف، وبالتالي هنا نقدر نقول له ان الفي الانستنتينيوس اللي هي اللحظيه هتساوي دلتا اس الفرق ما بين التو سنسورز على التايم. ممكن برضو نفهمها من منظور اخر وهو كالاتي، ان طالما التايم قليل جدا جدا ما بين التو سنسورز وبالتالي التغير في السبيد هيكون صغير جدا، وبالتالي ممكن نعتبر ان السبيد في عند السنسور الاولاني وفي عند السنسور الثاني تقريبا ايه؟ ايكوال، وبالتالي البارتيكل بتاعنا بيتحرك ما بين التو سنسورز تقريبا بكونستانت سبيد. عارفين طبعا لما يكون بيتحرك بكونستانت سبيد يبقى الديستانس عندي بتساوي الفيلوسيتي في الايه؟ في التايم، وبالتالي برضو يبقى الفي هتساوي الديستنس اللي هي ما بين التو سنسور على التايم. فدي كده فكره العمل. هنعمل ايه في التجربه؟ نشوف كده. يبقى في التجربه دي هيبقى عندي ايه بالظبط؟ هيبقى عندي دلتا اس، وهيبقى عندي التايم اللي هو 2 ماينس 1 على الستوب ووتش، وبالتالي هقدر ان انا اول حاجه هحسبها اللي هي الفي انستنتينوس اللي هي اللحظيه اللي هي ما بين التو سنسورز دلتا اس على التي. فدي اول حاجه هحسبها. تاني حاجه هنعملها في التجربه رقم 2 ان انا هعمل فاليديشن لمعادلات الكونستانت اكسلريشن. هبتدي اشوف بقى اقارن ما بين التجربه الاولى والتجربه الثانيه. انا عندي ايه دلوقتي بالظبط؟ انا عندي الفي انيشال بتساوي صفر معايا، ديستانس كلها اللي هي هتكون الاتش، خلي بالك الاتش دي اللي هي هتبقى من نقطه بدايه الحركه الى السنسور. انهي سنسور بالظبط؟ الحد المتوسط. خلاص السنسور الاول مثلا عند 90، الثاني عند 93، يبقى انا بشتغل على 91 سنتي ونص، ومعايا الجي اللي انا حسبتها من التجربه الاولى، خدها بالظبط نفس الرقم يبقى معايا. هنحسب ايه دلوقتي؟ هنحسب الفي انستنتينوس تاني، السرعه اللحظيه النهائيه باستخدام قوانين الكونستانت اكسلريشن، ونبتدي ان احنا نقارن ما بين التجربتين. فهقول له في سكويرد هتبقى ايكوال في نوت سكويرد بلس 2 اي اس، وبالتالي هنا الفي انيشال هتبقى زيرو اللي هي فوق خالص، والاكسلريشن اللي هي الجي اللي انا حسبتها من التجربه الاولى، والاس اللي هي الديستانس كلها من المعادله دي. هنبتدي ان احنا نحسب الفي انستنتينوس اللحظيه اللي هي النهائيه بس بطريقه مختلفه، وهنبتدي ان احنا نقارن ما بينها وما بين اللي احنا حسبناها بالطريقه الاولى ونحسب الايرور قد ايه. بتبتدي تقارن ما بينهم باي طريقه، مفيش اي مشكله خالص. ممكن تقارن ما بينهم عن طريق تكتب تعليق بس وكده بسيط ان في فرق بمقداره كذا، او ممكن تحسب الايرور زي ما انت عايز اللي هو عن طريق تقول له بيساوي في 2 ناقص في 1 الطريقه الثانيه ناقص الطريقه الاولى الفرق ما بينهم يعني.
على في واحد مثلا مالتبلايد في ايه في 100، فيطلع لك النسبه المئويه للايرور اللي في التجربه، مفيش اي مشكله. او ممكن تكتب كومنت وخلاص عادي جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشوف التجربة التانية على نفس الجهاز بتاع التجربة الاولى. هنتعلم حاجة جديدة نحسبها. تعال نشوف كده مع بعض هنعمل ايه في التجربة. اول حاجة طبعا هتصفر الجهاز اللي هو التايمر وتدوس كلير وزرار الاتراك تتاكد ان اللي انت مشغله. بنبتدي ناخد ديستنس صغيره جدا ما بين التو سنسورز ديت، هنظبطها. هي ممكن اقل ديستنس ممكن تاخدها هنا على الكونديشنز اللي موجوده عندنا اللي هي 3 سنتي. هبتدي ان انا افك المسامير دي واقرب السنسورز من بعض. هنظبط التو سنسورز زي ما احنا شايفين اقل ديستنس ممكنه ما بينهم. ظبطت السنسور الاولاني عند مسافه 100 سنتي، وبالتالي السنسور اللي تحت هيكون على مسافة 103 سنتي. دي اصغر مسافة ممكن انت ايه تظبط بيها التجربة. طبعا انت لما تيجي تشوف التجربة في الكتاب هتلاقي مكتوب عندك ان الديستانس هتبقى 1 سنتي. طبعا انت مش هتقدر تعمل كده على الكونديشن اللي موجود عندنا في الجهاز في المعمل، فهي هتكون الديستانس ايه بتساوي 3 سنتي. طبعا تراعي ان التو سنسورز يبقوا على مسافة بعيدة بشكل كافي من نقطة البداية، ولذلك انا يعني اشتغلت عند 100، انت برضو هتحاول تاخد 90، هتحاول تاخد 105، مسافة بعيدة بحيث تقلل الايرور بتاع التجربة. هنبتدي دلوقتي ان احنا هنثبت بارتكل دوت في النقطة اللي فوق. دلوقتي هنبتدي نشغل الجهاز، برضو هيديني 3 قرايات، التايم الاول من البداية لحد السنسور الاول، التايم الثاني من البدايه لحد السنسور الثاني اللي هي المسافه 103 سنتي، وبعد كده هيجيب لك الفرق ما بين التو سنسورز التايم ما بينهم. يعني نبتدي الحركه، فدي كده القرايات اللي عندي. السنسور الثاني المسافه 103 سنتي 459 ملي سكند، والفرق ما بين التو سنسورز هيبقى 7.29 ملي سكند. بعد كده هتروح لكتاب المعمل عشان الحسابات. دلوقتي الاتش اللي هي الديستانس، المفروض ان انت هتكتب الافريج ديستانس من مثلا انت واخد اول سنسور عند 100 سنتي، فهتبقى من 100 الى 103، فيبقى الافريج 101.5. بعد كده التايم برضو هو التايم الافريج، انت عندك التايم الاول بالملي سكند والتايم الثاني تاخد الافريج بتاعهم، يعني كانك جبت التايم بتاع الديستانس اللي هي في منتصف التو سنسورز. بعد كده دلتا تي اللي هي الجهاز قاريها اللي هو الفرق ما بين 2 و 1. بعد كده هنبتدي بقى نحسب زي ما شرحنا فكره العمل، احنا هنحسب الانستنتينوس فيلوستي. دلتا اكس هي الديستانس ما بين التو سنسورز اللي هي اخذناها هنا 3 سنتي، تبقى 0.03 على الدلتا تي، وبالتالي كده انت تعرف تحسب الانستنتينوس فيلوستي. هنبتدي بعد كده نعمل فاليديشن للنواتج بتاعتي. انا عملت التجربه الاولى طلعت قيمه للجرافيتيشنال اكسلريشن جي، فهتكتبها نفس اللي طلعت لك من التجربه الاولى، طبعا مش 9.8 زي ما طلعت لك بالظبط، هتكتبها الجي، وبتدي تجيب الفاينل السبيد او الفاينل فيلوستي بتاعت الكره عند التو سنسورز اللي هي عن طريق القوانين دي هتشتغل بيها. ممكن تستخدم القانون الثاني زي ما شرحنا، الفي طبعا انيشال هتبقى زيرو، والجي اللي انت حاسبها من التجربه الاولى، والاتش اللي احنا كاتبينها في الجدول، وبالتالي هتعرف تحسب الفي فاينل وتقارنها مع الانستنتينوس في اللي احنا حسبناها بطريقتين مختلفتين، وتشوف يعني نسبه الخطا قد ايه عندك بتاعه التجربه دي.